تمرين: قم بإنشاء كود يحوي على 5 متحولات على الأقل من أنماط مختلفة، ثم أسند قيمة لكل متحول، واجعل هذا الكود يطبع لك قيمة كل متحول ونوع هذا المتحول بجوار قيمته. تمرين: قم بإسناد قيمتين إلى متحولين، وقم بكتابة الاختبارات التالية: اختبر فيما لو كان المتحول الأول نفس المتحول الثاني، أصغر من المتحول الثاني، أكبر من المتحول الثاني، أصغر أو يساوي الثاني. اطبع نتائج كل الاختبارات السابقة إلى مستكشف الويب، غير قيم المتحولين، وجرب الكود مرة ثانية.